السلام عليكم. اليوم غنبارطاجي معكم الطاجين المغربي بالخضر واللحم. صراحه جديد بزاف ومعلق. الاغلبيه فيكم كيعرفوا يقادوا الطاجين، ولكن البعض كيلقاو مشاكل فيه. مثلا يا اما ما كيطيبش، ولا اللحم تيقول لك ما طابتش، طابت الخضره وبقات اللحم خضراء. انا المهم نعطيكم بعض النصائح. بالنسبه للحم دائما حاولوا تقطعوها طريفات صغار، يعني ما تحطوش طرف ديال اللحم كبير وتخليوه هكا بعدا باش كيسهل عليه الطياب. ثاني حاجه تقدروا مثلا لما هكا جبتوا اللحم وكانت شارفه يعني ماشي فتيه، تقدروا تزيدوا معها دوك العلفات ديال التمر، حتى هما كيعاونوا ان اللحم طيب. وحاجه اخرى ضروري ما ديروا هذيك القصديره من تحت الطاجين باش كتعاونوا كتوزع الحراره على الطاجين كامل وكيطيب كامل، ما كتبقاش مثلا جهه طيب وجهه لا. بعض المرات حتى الخضره يعني كتجيف، يعني ما كطيبش مزيان. حاجه اخرى الطاجين ما كنديروش فيه الماء، يعني فقط هذيك الخضره اللي كنديرو في الطاجين هي اللي كتطلق المرق ديالها وكتطلق الماء، يعني ما كنحتاجوش اننا نزيدو الماء في الطاجين. ودائما الطاجين دائما كيطيب على عافيه مهيله، ماشي بحال الكوكوت نهائيا. الطاجين كيبغي المهل، شحال ما خدا وقته في الطياب وطاب على نار مهيله شحال ما كيجي بنين في الاخير، وكتحصلي على النتيجه اللي بغيتي.